عليكم العافية متابعينا الأكارم. انتهت ليالي العشر، بدأ عيد الأضحى، وتختلط هنا الوجبات وتختلط المشاعر وتختلط المواقيت والمناسبات الاجتماعية وغيرها. في هذا المجال وهذه الحلقة سوف نناقش تأثير كل هذه الاختلاطات علينا وعلى صحة أجسامنا مع الدكتور دامر ملا حسن، طبيب بشري متخصص في الأمراض الداخلية والباطنية. كل عام وأنتم بخير دكتور، وشكرا لحضورك معنا في هذه الحلقة. ضيف عزيز. الله يسلمك، شكرا لكم، كل عام وانتم بخير، وللمشاهدين كمان ان شاء الله نتمنى لهم عيد سعيد وصحي باذن الله، والسنه القادمه انا وانت بالحج ان شاء الله. جميعا في دكتور تقرير بسيط عن الاغذيه، خلينا نشوفه وننطلق منه بالنقاش. تفضل دكتور. دكتور، يعني في عيد الأضحى إن شاء الله الكل بيكون مضحي والكل بيكون سعيد بأضحيته وبعيده. تكسر اللحم الحمراء وتناولها. هناك نصائح، وأنت دائما مهتم بمؤخر المستجدات العلمية ما شاء الله عنك، فشو بتنصحنا في هذا المجال؟ طبعا بعيد الأضحى معظم العائلات بتضحي وبتاكل لحمة، فمعظم الوجبات في الأيام الأولى أو ممكن في كل أيام العيد تكون عبارة عن لحوم حمراء في الدرجة الأولى. أكثر ما لازم ننتبه عليه الحقيقة في موضوع اللحوم هي طريقة حفظها في الأيام الأولى، لأنه بتكثر التسممات الغذائية أحيانا، وجزء منها بيكون بسبب عدم الحفظ الجيد للحم قبل طهيه. فهذا كمان شيء لازم ننتبه له، أنه ما تظل اللحوم خارج البراد فترة طويلة أو يتم العبث فيها وتنظيفها بشكل جيد وغسلها. طبعا كمان في عنا التسممات الغذائية مو بس من اللحوم الحمراء، كمان من الأكل المكشوف اللي عادة يتناول في فترات العيد ويباع في الأسواق بدون رقابة جيدة، فهذا غالبا الأطفال ممكن ينصابوا. كمان في موضوع التسممات الغذائية عبارة عن إسهالات وقياءات ممكن تكون شديدة أحيانا، تضطر المريض يراجع مشفى. دكتور، قبل الذهاب إلى موضوع التسممات الغذائية وهذا، خلينا يعني شوي نعرج أو نحكي أكثر عن موضوع اللحوم، لحوم الأضاحي. تفضلت حضرتك عدم حفظها، يعني هل نصيحة هي استهلاكها على الفور؟ لا، مو شرط استهلاكها على الفور، ولكن يعني ممكن تقطيعها، ممكن تغليفها بأكياس نايل ومخلات من الهواء قدر الإمكان، وتجميدها أو حفظها في البراد في مكان بارد لاستخدامها في وقت لاحق، أو استخدامها كمان بشكل مباشر في أول يوم. يعني طبعا نحن عم نحكي أحيانا بتكون ظروف ما في كهرباء، ما في برادات، فلذلك يعني أحيانا يعني تكون طريقة الحفظ غير جيدة أو غير متوافرة. طيب، لنفرض أنه المشاهدين أكثروا من تناول اللحوم، ما تأثيره على الجسم وعلى الأمراض المزمنة الأخرى؟ بالنسبة للحوم الحقيقة يعني لها تأثير سلبي إذا تم تناوله بكميات كبيرة. أما إذا تناول الإنسان العادي أقل من 100 جرام من اللحوم يوميا فما في مشكلة، هذا شيء صحي الحقيقة ومطلوب. أما تناول كميات كبيرة على مدى أيام أو أحيانا أكثر، المواطنين المتعودين يأكلوا لحوم، فهذا له تأثير. بالنسبة للأمراض المزمنة طبعا دكتور، الكمية الكبرى تأثيرها في عيد وخارج العيد، أنا ذكرت مرة لي أنه في العلاقة في السرطانات وسرطان القولون بالدرجة الأولى. طبعا هذا موضوع بتناول اللحوم بشكل عام في حياتهم، كل يوم مثلا بده يتناول كمية زائدة من اللحوم. ففي دراسات تثبت أنه في ارتباط مثبت بين سرطان القولون والثدي وبين تناول اللحوم بشكل عام الحمراء. اللحم الحمراء وليس لحم الدجاج أو غيره، الحمراء. طيب، في رمضان الآن بالنسبة لأمراض القلب والضغط والسكري، ما تأثير تناول اللحوم بكثرة عليهم؟
نعم، بصراحة كمان تناول اللحوم له تأثير سلبي على أمراض المزمنة، خاصة أمراض القلب، قصور القلب، الذبحة الصدرية، الاحتشاءات، قصور الكلوي. في تأثير سام كمان لمشتقات البروتين على الكلاوي، تأثير سمي. بنعرف كمان موضوع ارتفاع حمض البول وداء النقرس اللي بصير المفاصل والإبهام القدم بشكل أساسي، هذا ناتج عن تناول اللحوم الحمراء بشكل أساسي. فبشكل عام في سببين للتأثير السلبي للحوم. أول شيء كمية الوجبة، لأن احنا بنعرف بالعيد عادة بيكون ولائم دسمة وكبيرة، فإذا صار في تخمة فهذا عبء شديد على القلب مثلا، على الكلية، على كل أعضاء الجسم، على الكبد كمان. فأي أذية أو قصور في أي عضو من هذه الأعضاء نتيجة تناول هالكميات الكبيرة من اللحوم ممكن تسبب أزمة، لا سمح الله، أزمة قلبية أو ضيقة نفس شديدة أو بتفاقم القصور الكلوي أو غيبوبة كبدية بسبب كمان اللي عندهم مشاكل في قصور كبدي. طيب دكتور، نوع الطهي، يعني مثلا اللحوم عندما تكون مشوية أفضل من مقلية، مملحة غير مملحة، ما نصيحتك في هذا المجال؟ يعني أنا بالعيد أكيد رح نعزم مرة اثنتين ثلاثة ورح أدعي على أولاد، بنصيحتك هل اللحم المشوي أفضل لحم مملح؟ شو نصيحتك في هذا الموضوع؟ بالضبط، أكيد يعني الطهي الصحي الشوي تمام هو صحي بالدرجة الأولى. طبعا الدرجة الأولى، السلق كمان تمام مسلوق بالماء تمام، والمخلوط مع الخضار كمان ما يكون تناول لحوم صادر بدون تمام. أي يكون مخلوطة مطبوخة مع الخضار، فهذا بيخفف من تأثيره السلبي كمان. بالنسبة لمرضى الشحوم والكوليسترول واللي مركبين صمامات، أي أفضل أنواع اللحوم الأضحية لهم؟ يعني اللحوم الحمراء بالدرجة الأولى بدون دهون وشحوم، لأنه معروف ارتفاع نسبة الكوليسترول ممكن يسبب كمان في تضيق الشرايين على المدى الحاد والمزمن كمان، فممكن الأزمة تجي فورا بعد أكل دسمة شديدة، بصير في عندنا تشنج في الشرايين القلبية، ممكن تسبب نقص تروية قلبية، ممكن تسبب. ونحن طبعا في غنى كمان الملح، بصراحة كمان إكثار الملح في الطبخ كمان له تأثير سلبي بشكل عام. يعني هي فكرة جيدة، خلطة مع خضار أنت تفضلت حضرتك فيها أو مع السلطات يعني. طيب دكتور، عن التسممات الغذائية وخاصة الأغذية المكشوفة والأكل المكشوف عند الأطفال وغيرها، شو بتحدثنا وشو تنصحنا بهذا المجال؟ نعم، نحن طبعا بفصل الصيف حاليا، فصل الصيف كمان بتتكاثر فيه الجراثيم بشكل أكبر، فكمان تلوث الأطعمة نتيجة تقريبا غياب الوضع الصحي العام الحقيقة في سوريا ممكن يسبب تكاثر هذه الجراثيم ضمن الأطعمة، إن كان مشتقات الألبان والأجبان أو اللحوم، فهي كلها ممكن تسبب أمراض إذا تناول الأطفال، هي عبارة عن أنواع من الجراثيم، سلمونيلا وغيرها، ممكن تسبب تسممات غذائية شديدة، قد تضطر الإنسان يراجع مشفى ويحط سوائل وريدية، سيرومات وإن شاء الله. يعني دكتور بعجالي ألف باء إذا صار في تسمم غذائي لا سمح الله، وضع يعني صار في حالة تسمم، كيف يتصرف الإنسان بالدرجة الأولى؟ التواصل، يروح فورا على المستشفى، شو يعمل؟ أي حسب شدة التسمم الحقيقة، إذا كان تسمم غذائي خفيف يعني عبارة عن إسهال مائي ولكن ليس شديد متواتر بكثرة، المريض أو الطفل قادر على شرب السوائل، فما في حرارة شديدة، ممكن هذاك ما في دم بالخروج كمان بالإسهال، ممكن هذاك الوقت ممكن يحاول يعالج نفسه بالبيت، حمية، يضل على السوائل البسيطة، المياه، العيران، اللبن الرائب مع شوية ملح، بعض العصائر مثل عصير التفاح أو بعض السوائل الغازية
الغير ملونه بدون ملونات ممكن تكون لها تاثير يعني الصودا صودا صودا نعم تمام الصودا معروفه بالسوق بالصودا اي بالصودا تمام. ولو فيها سكر كمان ممكن هلا تكون حضرتك تفضلت انه موضوع اللبن الرائخ يعني معناتها الامور او الفكره الشعبيه المتداوله بين الناس انه اللي معه تسمم ياكل بطاطا مسلوقه او لبن صحيحه نعم يحمي نعم نفسه على البطاطا والمسلوق ممكن صحيحة؟ اي طبعا بس يفضل البدء بالسوائل فقط انصاف السوائل والجوامد تكون مرحلة ثانية المعدة بتكون حساسة اي شيء بيدخل المعدة جامد ممكن يحرض اقياء فدايما شيء سهل الامتصاص نبلش فيه طبعا في ظروف التجفاف سموها هي اللي تخلط مع ماء هي عبارة عن املاح سكر وصوديوم وشوارد وبوتاسيوم تخلط مع لتر ماء ممكن هي كمان يستخدمها فهاي هي في الحالات الخفيفة أما الحالات الشديدة إذا في دم بالإسهال إسهال شديد جدا أدى إلى إنهاك والمريض بلش يحس حاله منهك تماما أو أقياءات شديدة غير قادر على تناول شيء عن طريق الفم ممكن يضطر يراجع مشفى يراجع مشفى ثاني دكتور في يعني أحيانا بصير في تهاون خاصة من كبار السن بسبب تعدد الزيارات او مثلا بتطلع كبير السن عند بنته او ابنه فبصير في تهاون بتناول الادويه شو نصيحتك في هذا المجال وخاصه اذا كان مريض سكري او غيره او قلب طبعا مطاوعه المريض في تناول الادويه هام جدا فانا برايي دائما الادويه المديده اللي هي تستخدم مره واحده في اليوم هي الانسب لانه مثل ما قلت احيانا بينسى الواحد فإذا الصبح دايماً عم بياخد أدويته أو مساءً فبيكون تقريباً خلال النهار ما في عنده أدوية كتير فإذا جزأ أدويته بين صباحاً قبل الخروج من البيت أو مساءً قبل النوم فهو عنده فترتين بيكون فيها في البيت آمن فيما عدا ذلك إذا أدوية ضرورية جداً لازم يحصل عليها من ويصطحبها معه أي. وما يورط نفسه ويورط عائلته دكتور في معنى فاصل بعدها رح نحكي عن موضوع كيف يمثل العيد دعم نفسي واجتماعي للمسلمين والسوريين متابعينا الأكارم بعد الفاصل نتابع حلقتنا عن العيد الأضحى ونصائحه لتجاوز هذه الفترة بدون مشاكل صحية ابقوا معنا متابعينا الأكارم برنامج عليكم العافية يأتي عبر قناة حلب اليوم برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز قبل الفاصل تحدثنا عن بعض النصائح لمرضى القلب الكلي السكري الأمراض المزمنة وكيف يتناولون الأضاحي ونصائح عامة عن الأضاحي وكمية اللحوم الحمراء التي يجب أن يأكلها الإنسان بشكل طبيعي نتابع الآن دكتور تامر كنا عم نحكي قبل العيد أن العيد هي فرصة للدعم النفسي والاجتماعي فكيف يكون ذلك؟ حقيقة بالتأكيد العيد فرصة مناسبة جدا حقيقة للدعم النفسي الاجتماعي لجميع شرائح المجتمع الحقيقة فالعيد هو فترة فرح وسعادة نشاطات اجتماعية نزهات تقارب بين الجيران والأصدقاء والأقرباء هذه كلها أمور حاليا تدرس على أنه سبيل لدعم خلينا نقول مو المريض النفسي ولكن الإنسان المصاب بصدمة نفسية ونحن بنعرف الحقيقة بسوريا معظم الناس أو ممكن يكون حاليا كلهم تعرضوا لصدمات نفسية خلال السنوات الماضية فحاليا الكل المجتمع بحاجة لدعم نفسي حقيقة واجتماعي فالعيد بهذه الطقوس الدينية من الهدايا والتقارب عمل الخير مثلا هذا كمان بينعكس إيجابا على اللي عم بيقوم بعمل الخير والمتلقي كمان فاثنين بيحسوا حالهم في روابط بيناتهم هذه الروابط الاجتماعية دايما بتخلي الحالة النفسية للإنسان أفضل وبتخليه يتجاوز فترة التعب أو الإرهاق النفسي اللي مر فيه فمثل ما قلنا يعني حاليا كل النشاطات اللي تدرس للدعم النفسي عبارة عن ربط
هذا الفرد اللي معزول عن المجتمع بسبب الحالات اللي عانى منها أو بسبب نمط حياته بالمجتمع، مجرد هذا الربط هو الدعم بحد ذاته. وهذا الحياة بتحقق بالعيد تماما، من زيارة الأقارب ابتداء بالمقابر كمان، حتى الأموات لهم نصيب طبعاً بهذا العيد. فبصراحة يعني هذا الأمر فعلا إذا درسته من ناحية طبية نفسية بتلاقي كل نشاطات العيد هي دعم، حتى الزيارات اللي فيها نشاط حركي، حتى النزهات اللي بتصير، الولائم اللي بتجمع الناس مع بعضها، الأضحية تقسيمة للأسرة للعائلة للمضحي وللأقرباء وللفقراء كمان، مشاركة الفقراء كمان. فبصراحة يعني العيد يمثل يعني تتويج لدعم نفسي اجتماعي رباني للمجتمع ككل، فهذا لازم أحيانا نطور من هذه النشاطات الموجودة بالعيد، لأنه فعلا تعود بالفائدة للمجتمع ككل، من الطفل للكبير بالسن كمان، احترام الكبير، أخذ زيارات بعد مجوز يكون صار له 3 شهور ما طلع من البيت، بالعيد في فرصة لأنه في راحة في عطلة، ما في عمل في العيد يعني كمان راحة للنفس، لأنه معروف الإنسان نتيجة الضغوط الحياتية كمان بيوصل المرحلة مثل بيحترق بسموها، يعني ما بعود عنده أي دافع نفسية للمساعدة للعمل للكذا، فهذا نوع من التجديد الممتاز حقيقة للحياة. وأربعة أيام ما هي ساعة ساعتين، فهي كمان فترة زمنية مقبولة جدا لتعمل تغيير بحياة الإنسان. دكتور، ثمات، هناك ثمات للشهرة، فبتلاقي أيقونة اللطم والحزن الآن ستنتشر على مواقع التواصل، ويا عيد بأي نكهة جئتها يا عيد، ماذا تقول لهؤلاء يعني؟ يعني بصراحة نحن نستغرب، العيد دايما فيه فرح، فيه سعادة، فيه عمل خير، فيه لأم للجروح وليس يعني يعني إنتاج لجروح جديدة. فدايما العيد عنا عيد الأضحى عبارة عن مباركة للمشاعر الخيرة والحميدة، وطمس أو تجنب طبعاً المشاعر السلبية طبعاً. فالغريب أحيانا نسمع في أعياد فيها بيكون طقوس فيها نوع من الكراهية والدم والكذا، فهذا شيء فعلا أنا أستغربه علينا شخصيا علينا طمسه. لا فعلا هو ثمة الحزن الآن، ستسمع عيد بأي وقت جئت يا عيد أو ما شابه، وبالتالي يعني أنه لا تعيده ما بعرف، هو تعظيم لشعائر الله. دكتور، قلت حضرتك دعم نفسي للأطفال وغيره، وبالتالي دعم نفسي اجتماعي، الأطفال في العيد، الألعاب، الملاهي، الأكلات المكشوفة، الألعاب النارية، شو نصائحك في هذا الموضوع مثلا؟ طبعا العيد فرصة كتير ممتازة للأطفال ليمارسوا كل أنواع الألعاب والهوايات والنشاطات. طبعا بصراحة معروف دايما التسممات الغذائية الأكثر عند الأطفال، لأنه بصراحة بتنتشر البسطات والأكلات المكشوفة، والطفل بيكون عنده العيديات اللي بده يصرفها، وعنده نوع من التباهي أنه بيقدر يشتري، فبيروح بيشتري بيقرر بنفسه ويشتري شغلات ممكن. فدايما ده يكون في نصائح من الأهل، تجنب الأمور المكشوفة قدر الإمكان، توجيه من الأهل الحقيقة. وبالإضافة لموضوع الألعاب الخطرة الحقيقة، الألعاب النارية، بعض الألعاب، حتى الملاهي إذا في بعض الحركات الخطرة، لأنه بتصير في حوادث كتير، سقوط ومشاكل أخرى. ما في حل غير أنه يراجع مشفى الحقيقة إذا لا سمح الله صار شيء في هذا لهذا الطفل. دكتور، أنت في منظمة سامس طبعا، واللي هي راعي هذا البرنامج، مدير العمليات على ما عرفنا عنك سابقا، ما جهوزية سامس خلال فترة عيد الأضحى؟ الحقيقة سامز في سوريا بكوادرها كلها مستنفرة في العيد بطواقم الإسعاف بشكل أساسي. طبعا سامز عندها 195 مشروع في سوريا، في الشمال، في الجنوب، تمام، في المناطق اللي تستطيع الوصول إليها. عندنا أكثر من 40 مشفى، 66 مشفى ومركز للخدمات النسائية.
فبكل هذه الطواقم لتتجاوز 2500 طاقم في الداخل السوري. نحن جاهزين الحقيقة في كل قاعات الإسعاف، غرف الإسعاف في المشافي بتقديم الخدمات طيلة أيام العيد. بالإضافة عنا بعض منظومات الإسعاف كمان اللي تتعامل بين المشافي بين بعضها للنقل والتحويل إذا استدعى الأمر. فيعني كل هذه الخدمات الحقيقة اللي نقدمها، السنة الماضية مثلا كان في عنا 3 ملايين مستفيد خلال فترة سنة كاملة، السنة كمان الرقم ممكن يزيد. فالحمد لله نستطيع تقديم خدمات تغطي نسبة جيدة جدا من احتياجات الشعب السوري. فنحن نأمل ما يصير في أي مشاكل، ولكن كمان نخبر المواطنين أنه نحن كمان في مراكزنا جاهزين للاستقبال. يعني في خطة وضعت للعيد لتأمين مستلزمات زيادة في المستودعات؟ نعم. الطوارئ وضعت هيك خطة؟ نعم، كل المستلزمات حاليا مؤمنة وجاهزة في المشاكل في هذه الفترة. نعم. فترة أسبوع عيد الأضحى. دكتور، هل لديك أي مقولة توجهها للشعب السوري في دقيقة على عجالة؟ والله أولا نحن بسامز إدارة وكوادرا وطواقم كلياتنا نتمنى للمواطنين في سوريا حي وخارج سوريا عيد أضحى مبارك سعيد صحي بإذن الله، ونتمنى من الجميع الله يعيده علينا وعليكم وعلى كل الأمة الإسلامية باليمن والخير والأمن والصحة، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. الله يعطيك العافيه دكتور. اعزائي المشاهدين، اعاده الله علينا وعليكم باليمن والصحه والبركه والفرج ان شاء الله. دمتم بخير، عليكم العافيه. ليس على التلفاز فقط كما اقولها دائما، على صفحه الفيسبوك نحن متواجدون بشكل دائم لاي تواصل او طارئ. وعلي، والسلام عليكم.